خلي بال حضراتكم، أمنية سمير طموحة جداً وذكية، يعني عشان تنتشر ويعرفها التجار كانت بتسيب جنيه واتنين من سعر القايم في السوق، وحققت هدفها فعلاً. ولما سألتها بتحلم بإيه قالت يبقى عندي مزرعة فيها 100,000 رأس عجول تربية. تخيلوا. باشمهندسة أمنية، خليني أقولك على حاجة. إحنا النهاردة عندنا مبادرة عظيمة جدا، اللي هي مبادرة إحياء مشروع البتلو. أكثر من 40,000 مربي أضيفوا إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، كمان عندنا فوق 400,000 رأس. ده كلام واضح ومحدد طبقا لبيانات وزارة الزراعة. خليني أسألك على حاجة، من خلال المبادرة دي تقدر تساعد الناس إنها، وخصوصا اللي هو المشروعات الناشئة، تقدر تساعدهم إن أنت تجيب لهم السهولات الكويسة، تعليمهم إزاي يربوا، تديهم علف كويس. الناس اللي حوالينا هنا حواليك 4-5 محافظات. ده بالفعل اصلا موجود الحمد لله. انا ممكن اوفر سلالات كويسه جدا، والاعلاف كمان من عندي، وبتابع معاك الدوره من اول ما بتاخد من العجول لحد البيع. حتى لو انت ما عرفتش تبيع انا باخدها تاني. يعني حتى التسويق انت ضمنه؟ انا ضمنه طبعا. وتنقي معايا السلالات وكل حاجه. انا بدي لك اصلا لو انت لسه بادئ، بدي لك سلالات كويسه جدا ما يبقاش فيها تعب، اديها لك في سن كويس، اللي هو انت تاخد العجل وزنه مثلا 250 كيلو او فوق الميتينات، يعني كلهم محتاجين عجول انيه للتربيه. وهو يكمل لغايه 450-500 بالظبط. اديك العجل في سن ووقت مناسب، اللي هو يبقى تحويله معاك كويس قوي، وفي نفس الوقت الريسك فيه مش عالي ولا فيه تعب مثلا ولا بتاخد عجل كويس جدا صحيا، والتحويل بتاعه عالي وكفاءته ممتازه. يعني توسعات لسه بقى عايزين نعمل توسعات. قولي لي بالراحه كده، احكي لي عايز تعمل ايه. عايزه امد المزرعه فدان من شمال وفدان من اليمين، وامد الجملونات واكبر السعر. فدان شمال وفدان يمين، يبقى عندك حوالي مثلا 9000 9000 متر. يعني هتشيلي بتاع 1500 راس في الاول. صح كده. واكبر بقى الجملونات. معانا فلوس ل 1500 راس؟ لا لسه. لسه شويه ماشي. واكبر بقى بدي الجملونات والكلام ده كله، واكبر كل ده من فلوس المبادره اللي انت بتقدمها لها. صح كده. انا مقدمه في المبادره بالفعل، ومستنيه ان شاء الله اول مصرف هبتدي بقى انزل عجول، ومن راس المال مثلا لما يكبر شويه هبتدي اعمل توسعات. خليني اسالك سؤال مهم. الامراض البيطريه الخاصه بالماشية، احنا بنتكلم في حمى قلعية، حمى الثلاث ايام، بنتكلم في طفاليات، بنتكلم في بكتيريا، فيلم كبير جدا. ناس كتير قوي تدخل الانتاج الحيواني يقول لك لا حاسب لحسن، ده قطاع خطر وفي مخاطر كبيرة جدا. مريت بهذه المخاطر وعملت معاها ايه؟ انا عارفة ان الطب البيطري هو طب وقائي ومش طب علاجي. جدع. يعني الطب البيطري طب وقائي. صح 100%. فانا اقي الشيء قبل حدوثه. فانا عندي مواعيد مثلا، عندي خلاص دلوقتي مثلا تطعيمات جلد عقيدي، اطعم جلد عقيدي. تطعيمات مثلا الجلد العقدي. الجلد العقدي اطعم على طول. عندي مثلا طفيلات اطعم على طول، وبنفسي انا اللي بطعم، انا اللي بطعم، انا اللي بحصن. صح. انا اللي بنزل احصن العجول. عندي مثلا حمى قلاعيه، كل ده قبل ما يصيب العجل، ما استناش لما العجل يحصل، يعني يحصل له ده بالفعل، لان هو طب وقائي مش علاجي. اللي